لابد أن تضع أمام عينيك دائما هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية التي توضح لك أنك مكشوف بالكامل ظاهرا وباطنا، لكن عند من؟ عند الذي يحب أن يسترك ولا يفرحك، وعند الذي يحبك ويفرح بك ويستحي منك ويريد أن يغفر لك ويرحمك ويتوب عليك. إذا علمت هذه الحقيقة فإني أوصيك بوصايا. أما الأولى: استر ذنوبك ولا تظهرها، لا تظهرها ما دام الله سترك. يقول بعض السلف: إذا علما اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك، لأن الله ما طلع فضائحك، وإلا حنا كل واحد منا عنده باطن نسأل الله أن يستره، إما خطأ يقع فيه أو عمد يقع فيه، هذا طبيعتنا نحن البشر. فلما يسترنا الله ولا يرى الناس منا إلا الخير، هذا بدليل فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فاحذر إذن أن تظهر ما ستره الله. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين يسمون بالمجاهرين بالذنوب. المجاهر، المجاهر يا إخوة هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله. إذن انتبه من المجاهرة. لماذا؟ لأنك ما شكرت نعمة الستر. والمجاهرة ما هي مشكلتها يا إخوة؟ مشكلة المجاهرة الحديث هذا أنه لا يعفى عنه يوم القيامة. لماذا؟ لأنك أنت اللي فضحت نفسك، ما حد فضحك. سافرت سفرة مثلا ثم أتيت تخبر الناس بغزواتك ما شاء الله وفتحاتك وأعمالك، لا، اسكت، لا تستر نفسك، لا تفضح نفسك. جلست الليل على مواقع ما ثم اطلعت، لا تقعد تنشر بين الناس المواقع هذه. لماذا؟ حتى لا تكون ممن لم يشكر نعمة الستر. هذه المعافاة للذي يستحي، أما الذي لا يستحي من الله فلا يستحق المعافاة. العقوبة الثانية يا إخوة أن هذا فيه ترسيخ لقلة الحياء من الله عز وجل. والذي لا يستحي من الله هذا قد نزع منه خصلة من أعظم خصال حسن الخلق، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء من الله مطلوب، أنت مطلوب منك أن تعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالحياء. الله يعني أغرقك بنعمه فاستح منه. لما جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال: أنا أحب الذنوب، انصحني. قال: إذا أردت أن تعصي الله اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال: أين أذهب وكل شيء مكشوف؟ قال: أما تستحي من الله أن يراك الله وأنت تعصيه؟ أنا أسأل نفسي وأسألكم معي، عندما نعصي الله أليس الله يرانا؟ يرانا، ومع ذلك نصر ونواصل. ما هو الله إن شاء الله استهتار بالله؟ لا والله، لكن يعني غرنا حلم الله، وغرنا أن الله تعالى لا يفضحنا ونحن بشر ضعاف. لما علم الله فينا هذه الخصلة فتح لنا باب التوبة وحذرنا من أن نجاهر بالذنب، لأن المجاهرة قلة حياء مع الله عز وجل. فأنت إذا لم تجاهر وتبت ابشر بالخير من الله سبحانه وتعالى ولو أذنبت. الثالثة أيها الإخوة: ختم القلوب. وهذه هي المصيبة. العبد يا أخواني إذا استمر على الذنب واستمرأ الذنب وبدأ يجاهر بالذنب وبدأ يعلم بالذنب، خلاص ينزع الحياء من وجهه،
ويبدأ لا يبالي بل يبث أحيانا بثوث حية مجاهرة الليل والنهار، خلاص نزع من قلبه الحياة. هذا ختم الله على قلبه، ومن يختم الله على قلبي إخواني فوالله إنه على خطر عظيم. إذن أول أمر تعاملك مع الله، اخجل من الله، استحي من الله، لا يسترك الله ثم تفضح نفسك. الأمر الثاني يا أخي الكريم، استر ما بينك وما بين الناس. صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فنادى بصوت رفيع، رفع صوته لهول الأمر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. انتبه من تتبع أخطاء الناس، استر الناس. الآن سبحان الله العظيم، البعض نبيل يأتي إليه خبر عن أسرة فلان ولا عن عائلة فلان ولا عن فلان الفلاني فيستر ولا يظهر، هذا النبيل، هذا الكريم، هذا الشهم. وبعض الناس يمسك البزران: كيف شكل فلانة وكيف طول فلانة، ويوم رحت لفلان والسفت وماذا قلت، وبعد كل عزيمة يجلس مع زوجتي ساعة كاملة يأخذ تحليل كامل عن أحداث الناس وأخبار الناس، ويفرح غاية الفرح إذا اتصل على واحد وهذاك نسى أنه يكفر سماعة التلفون عشان يسمع ويتتبع. انتبهوا يا أخواني، هذا عيب، هذا ليس من الستر، أنت لا ترضاه لنفسك، فكيف تعامل فيه الناس؟ إذن استر يستر عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. شوف الفرق، اللي يفضح يتتبعه الله ويفضح، واللي يستر يستره الله يوم القيامة يوم يكون بحاجة الستر. الوقفة الثالثة، أعظم أثر لنعمة الستر تجده يوم القيامة، عندما تخرج من الدنيا وقد أصلحت ما بينك وما بين الله. عندك ذنوب وعندك أخطاء، أنت كغيرك من البشر يا إخواني، ترى نحن أبناء آدم الذي نزل من الجنة، من طبيعتنا أننا نخطئ، لكننا نتوب ونتطهر ونتبع السيئة بالحسنة ونجاهد النفس حتى خرجنا من الدنيا، معنا أخطاء ومعنا حسنات، ولكننا أصلحنا الأساسات التي بيننا وبين الله. ماذا يفعل الله بأولئك القوم إذا وقف العبد يوم القيامة أمام الله عز وجل في تلك المحكمة العظيمة التي جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهودها أيدينا وأرجلنا والأرض والملائكة، كل هؤلاء شهود، والقاضي هو الله جل جلاله الذي لا ظلم عنده ولا تزوير. ثم تقف أنت تنادى: يا فلان قم، فتخرج عاري حافي، الله أمامك والبشر كلهم خلفك. تخيل معي المشهد، أننا نجيبك الآن ونوقفك على هذا المنبر عريان ونطلع فضايحك اللي سويتها في شهر كامل، ترضاها لنفسك؟ هذا الموقف سيحدث يوم القيامة، هناك من ينفعك؟ الله فقط. ولذلك المؤمن الذي عاش على ستر العباد وعاش وقد أصلح ما بينه وما بين الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن الله يدني المؤمن، يعني يقربه، فيضع عليه كنفه وستره، يعني يسترك الله فلا يراك إلا الرحيم جل جلاله. ثم بعد ذلك إذا خلاص حجبت عن الناس وأصبحت أمام الذي قد كشفك أصلا في الدنيا قبل الآخرة، يقول لك الله عز وجل ليثبت لك إنك ما دخلت الجنة إلا برحمته: اقرأ كتابك، تذكر يوم كذا
تذكر يوم كذا، تذكر الذنب الفلاني، تذكر الذنب الفلاني، وأنت تنظر ذنوب نسيتها، حتى إذا خشيت أن تهلك قال الله لك: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. نسأل الله الكريم من فضله يا إخوان. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ ما لفت انتباهكم الآية؟ يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اعترفوا هنا بماذا؟ بأن الله غفور. ما معنى غفور؟ معنى غفور أي أنه يستر، الغفران هو الستر، فالله قد ستر الذنوب. شكور أي أنه قبل منهم أعمالهم القليلة وأعطاهم جنة عرضها السماوات والأرض لا تفنى ولا تبيد. فما أجمل أن تعترف بجميل الله عليك بالستر، فاستر ما بينك وما بين الناس، استر ذنوبك، احمد ربك ليلا ونهارا على نعمة الستر، فهي نعمة عظيمة لكنها مخفية ولا يفقهها إلا أحباب الله، وأنت منهم إن شاء الله.